الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحين كل احترني فصل كي كورمي باب كي كورمي شروط الصلاة الرمو الآن تودان الصلاة دون صحيح وحاكم إذا الإسلام فكتو كان يا مسلم نمديسة التمييز إنه يهيقف عقل له وحاكمدها التمييز بين الفرض والنفل لكن تسوع الشرد وهيد للعالم وعشروط كمدها طهارة ثوبا ومكانا وبدنا ومن حدث وحاكمدها ستر العورة كعورة سنة استرنتهاي وحاكمدها العلم بدخول الوقت صلاة وقت دون الصواق لين وقيه وحاكمدها استقبال القبلة إنه كعبد حق يده وتشيسته وركاتها واستقبلا لا في قتال حل لا استقبال القبلة وشردي ولا أنت صلاة وانصح ميسه وحلق صور بيت دقال حلالة هد يقفك وكتشيره واشتد الخوف بقوه آد ودراض التحم القتال ليس هرديو ايسكم الماان دادكي دقالمي مركا قبلة وكتشي سنكرا للضرورة وعكلو لقصو الريبي نافلة في السفر سفر كو قصير يطويل كو دوني وانوذي سنها سفر قد كنية ساقنا مركا الحران ايو هذا هو الذي يسهل أن يكون هناك شرط تين قبلة وشيستو أنت كلانا وحا قبلة وعدين عاوص على لنا عاص وإنا نكتشيس وتركوا عمدا كلاما للبشر وكاس درسك أنك بالعامية وصنفك رحمه الله تعالى سفق هذا قائر كود عادد وضايتهاي مبطلات الصلاة أيو كدري شروط ترك المبطلات حيابا سلاة دبورين أيا إلا قدتها صلاة صحيتان كذا شرد بيوطعي ويحي صلاة برنية دي للصمائيو صلاة صحي ميسو وتركوا بوري وحا شردية وتركوا با شردية كتاقيستا وكتاقو كلاما هذل هذل كاسيو للبشري اي لخطاب البشري بشر لهذا الكود وهذا عمدا عن سؤال كعو هذله حرفين أو بحرفين لب حرف أكو هذله أو حرف لما حرف حرف كاسيو بمد حاصل حاصلي بمد أي مع مد يضل لقب تشيدس صوتك عدك نواقع تشيدي أو مفهم لما حرف كاسو أمد معنا لقفاميو ولو بكرهن خصبتان لخصبيبا ولو حصلها بحاصلا إما ذكر وحال الشيقة وحرفك يا حرفين كمفهمك أما ممدودك بيكون الخصبتان لخصبيبا كحاصلا أو بكا أما هردوها كحاصلا أو هنا كحاصلا أو ذكر أما ذكر كحاصلا أو قراءة أما آخر القرآن وآخرها كحاصلا ذكر يا قراءة سيو تجرد ودر ترمي او بلح ترمي للفهم اي للتفهيم فهمسين وقصدك لو يدى ايتاين عيد وحلقو فهمسين او لم ينوي اما انو نيوم بشيء عن شيء ابدا وليقيبه وقراء يذكران وحبه نيون تفهيم يتنبيه من يوحك له من يون او خاطب اما الله الله العاطسة كيهن للصي بالترحم رحمة إن غد البو كلها الله ويرحمك الله ويراه أو رد مو علية تسليم سلامتان على المسلم كي سلامي وكعلي وكتواب لا بسعال مايا هذه لوضع حرف أما حرف كمعنى لقفة مايا وكحاصلو قفع أو تنحنحن أما لوضع سيء غلب قفك كغالب نغضي وهو علين كرواي
أو دون دين أما لبدا لآن تود لم يطق أن وأود ذكرا ذكري ذكري قال سو وجب واجبه في الصلاة صلاة دحدين وإن تنحنا حادو إلى هذا الإمام وفبدأ أي ظاهران وأي كدح مغضان حرفان إلى بحرف فلأولى صدى مضاني دوام الاقتداء وده يشد اللي قد دينا يا صلاة دو أي كوحر نايد وإن يسيد دائمته ساسا أولاء وأن لقى قوصن واي وحكم دبو يلي شروط الصلاة دا إنه يسكد دايو هذا الكا بشر كالغلا هدلو أن يترك المصلي كلاما للبشر كلاما يصلح لخطاب البشر إنه كو هدلو هذا البشر كالغلا هدل كرم ولو من مركا بشر لا هدل يبيانو نقره كل دي باها يسكا هدلو مركو لا كلاما للبشر وحماشا كساري هذا الكإلهي اللي قولا هدلو ساقو الصلاة دي مبوريو وحالام إذا هذا النبي عليه الصلاة والسلام لقول هذا الصلاة صلاة قفك سوى كتير هذا النبي قول هذا ووتشوا ورسولك عليه الصلاة والسلام أنا صلاة كبر ميسو هذا الكمر كالله وقيب سماء الكلام الكثير يا الكلام القليل الكلام الكثير يبطل الصلاة عمده وسهوه هذا الكهدو بدية هاي كيسة لوكسة هي كيسة سهوي كي ما دابة صلاة وبرية لأنه إنه الصلاة دحيد انتو يسلاوه هذا البدن وكوه الله ميد انت بدن دا عدم ماها وصلاة قبي قيد بو إلا ودى ترشيكا وسكا قلوه هذا الكهدو ياهي هذا الير هذه لو عمدية صلاة وكو بريس هذه سهو سهوا إلا أوقي أدعوه صلاة كبر ميسو ومحي هذا هذا الكصلاة بريا وإنه كل واقع لب حرف أو إن لم يفهم معنى بيا اللي قفها من لبذا حرف سيدا من أما من أما عن أما في أيو يري حتى هذا المعنى اللي قفها ماين ويا داني معنى بفهم سينا هين عدي مقر شيء سيدا الكلام كل نقدين وحليه لأنه ما أقل ما يبنى منه الكلام وهذا اللي قد يسوى انت وير وين وهذا اللي قد يسوى انت وير مرة دي لبا حرفتها لبا دي حرفة دو كل واقع ولو قفك مغلي معنا بياني فهم سيري قف هدلي من نقونا يا ايو صلاة دي واكتش بس علمات هاد دي واتشر انا ابن دقيق العيد وكلا وشافعي وحلي هاي انا يقل ما يبنى منه الكلام يهين لبا دي حرف وحاوي يرى هذا اللي قبنا ايه يهين كدلر ما يسين كلام نقضان هذا المعنى بقى اللي قفهم هين وحساس وكلا هذا النقون هي حرف ومدي أو حرف بمد أي مع مد مد معي حاسلي صوتك عدك أجمرك أتشيدي وآباتري هو حرف كامر كام مدني في الحقيقة هو لبا حرف وي سيدا حرف كمشدد كاوكلا وقف لبا حرف قدواغي وحكروا هذا لأنه كل واقعها الحرف ولكن مفهمه معنى الصينية سيدا عي أو كلا إيو اللي إيو قي من الوقاية ومن الوعاية ومن الولاية وئها دورها وحرف قرى لأنه كلام تام اللقاهان إيو الشرعي هام حرف قرى بها النقضين هذا بوح اللي هي لبدا حرف يكبدا معنى بيا لغا فاهمين يا هلك حرف معنى لغا فاهميا حتى حدي وكو حاصلو خصبتان قفك لا خصبي صلاه دي وا كبريسا اما وكو حاصلو او هنا او اوي مركو اي دبا ترى حرف مفهم با او انتي سي كدح موقدي اما لبا حرف يكبدا معنى بيا لغا فاهمين isaga in lagu waa ka duwayso inuu sheegnay kara waa ka duway qosalkiiba la mid ah oo uu qoslay tan qosalkiiba laba xaraf iyo ka badan ay ka dhex muuqday ama xaraf muuf ba ka dhex muuqday hadii la khasbo iyo haduu ikhtiyaarkiisa ku sameeyo waa isku mid hatta haduu oo yahay min khashyati llah
إلهي سبحانه وتعالى بقي سوئي مرة دي لبا حرف أما هل حرف ومعنى لقى فهم إياه وكرح موقضوه انتس صلاة دوا كبر سهدي كلنا مايا وحساسو كلا اللمدة إن يكون حاصلان ذكري سينو دا سبحان الله سوى صلاة دي كتيرا أما الله أكبر نراه أما إن يكون حاصلان قراءة وادخلوها بسلام آمنين بوري مدو كنتو كريا ما هيوا مدو سكلو يروي هدي مركا حرف كمفهم كاما الله بدا حرف إيا كبدانين مع القفا مين ذكر أما قراءة يكون حاصلان وحي كلام نقونا يان كتغيستيس وحي صلاة دي سحيدة شرد وطاي إذا تجرد للفهم إيا للتفهيم هدي عد لغولها الله يفهم سين لغة جير ومركن الله يهي سبحان الله إمام كبا سبب الكسول سبحان الله قصد قوي رواين إمام كفهم سيئون إنو سهوي أما وحو إلى الله أكبر سوى مبلغة وانتقالات كإمام كمامومين تقرسيني وحانا الله أكبر تيسو أي أبرا احترمتها فهمسين قلوغة قصدي أما وحوري ضد با مركا الباب وكسو قراعي جماعة سوى السلاد كتير مركا سولو ادخلوها بالسلام الآمنين ادخلوها بالسلام الآمنين انتا وحوغة قصتي قرآن با نغطي انو يقا وحكو فهمسي وحالا ميدا هدي آنو وحبب النيون با وسبحان الله بوري ذكرنا ومن نيون تفهمنا ومن نيون الله أكبر بولي ذكر ومن يون تبليغ يقارسين ومن يون ادخلوها بسلام آمنين بولي قراءة قرآن وقستين سيدا سوكلا فهمسين وقما قستين يدون والله ميدو هذا لبون قرية يعني كتاقستي سواي صلاة السحادة شرد يوطاي قور ما ذكرها إيا قراءة عن صلاة وحبية إلهين وإذا قصد القراءة أو الذكر فقط وهدو قرآن آخرين ونوقستيو يذكر ونوقستيو إيو إذا قصد التفهيم والقراءة أو الذكر هدو لبدا أود قستيو وسبحان الله ذكر بوغا قستيي فهمسين إمامك وحكو فهمسين أوغا قستي تخلوها بالسلام آمنين قراءة أوغا قستيي قرآن آخرس إنو ددك إذن كويديستي وحكو فهمسين أوغا قستي مرقا صلاة دبوري ميسو قديال كنوابا حاليسو إيه وددك بدن كودو تاما يقانين إمامك ساويه سبحان الله بيرادان وقصده ياهون إن إيسا براروشيان وإن الذكر وقصديان وحلقية أبداً كودو إن أنا الراعين وأنا قرانين ولكا ديكوان الجهل قال لو قعدوا رداريا وقفكو يحيي سلاة دبورين إياه دو الصمائيو جاهلاً جاهلاً يعذروا به جاهل لو قعدوا رداريا سلاة دكبوري ميسو وحاكم إذا هذلك إذا خاطب العاطسة بالترحمي يرحمك الله وكور هذا كيهن بالصي وصيد دي معاوية من الحكم السلمي بقويري تشاهل ومبا لغو حضر داري مركا كان هن بالصي ونارنتو كمقار هاي وخاطبتو كل مخلوق غير النبي باسو قليس هذه الصلاة دي سوى كتيرا هذا الوكوة جهو متكستوى مخلوق والنبي عليه الصلاة والسلام عنه وهذا الكيل الدي دي الصلاة دي كوبو رئيسي لكن هدانو لخطابين ويستقى انو هذا الكوة تينو كاف الخطاب انو قلين مد باهن ديسايا ومركاسول الحمد لله مد كلو صلاة دي كتيرا يري يرحمه الله صلاة دو كتب ميسو ضمير الغيب دو استعماله ودي دو عين قون إساء وحكم إذا هذا الكي والا صلاة ميسو صلاة دي كتيرا ديتنا وحو كتوابي صلاة انتبو كتوابي وعليكم السلام بوري كاف الخطاب بقليو دي هذا كي سلامي وكوة جهيب وكردقة عليه السلام لكن هدو رادة ده خطاب كومة جرى مركا ضمير الغيب باكو جرى صلاة دو كتشا بميسو وحساس وكال اللمي دا هدي وقفعه اما بس وحيحي رادة واني كغالب نقون بفعي سيبا حرف موفي اما الله بحرف يكبدا ايا كدح مغضي مد كغالب نقضي ما ميدو سكدين كرابوها أما تنحن حيسي بي كدح مغدين ميدو سكدين كرانا واها وهذا الكيمر كان سلاة دبورين هاي لكن حولي عدي الله بدأت سأي كغالب نقدان وعلين كريوهو قفعي
ama xixdii buu celin kari waayey. walow xaraf macna fahamsiinaya ama laba xaraf iyo ka badan baa ka dhex muuqdaane waa macduur, waa loo cudur daarayaayo salaadiisu waxba noqon mayso. waliba hadaani xuruuftu fara badan, haddii xuruuf badan ay ka dhex muuqdaan xataa haddii qufaca iyo tanaxnux uu ka qaalib noqdo, markaas salaadiisu waa buraysaa sida ibnu xajar iyo raml iyo ictimaadeen. waxaa kale oo xarfaha ka dhex muuqda qufaca iyo xixdu aanay salaadii waxba yeelahayn, haddii labadaa la-aantood dikri waajib aanu la iman karin, maba akhrin karaba faatixadii ama atixiyaadkii ama salligii nebiga ama salaamtii salaadii lagaga baxayo laba iman karinba, ilaa uu qufaco wax cunaha kaga dhegan dee uu iska soo jaro ama uu idhaahdo xixdaa uu iskaga jaro, markaana waxba yeeli maysa salaadiisa xataa haddii xuruuftii la sheegay ka dhex muuqdaan. marka markuu yidhi dikran wajab, waxaa meesha ka baxaya dikri markaa sunnaa ama mustaxab ah ayuu daraaddii u qufacay ama uu yidho deetana xuruuftii la sheegay baa ka dhex muuqatay quficiisa iyo tanaxnuxiisaas, kaasi cudurdaar u noqon maayo, waayo daruuro u geynaysa ayaan jirin. oo dikriga dee sunnaha ah hadduu u suurtoobi waayo waa iskaga tegi karaaba. beytkan u dambeeyeynu akhriyeyna wuxuu kaga hadlayaa imaamka imaamii ku tukinaya baa tanaxnuxay oo buu yidhi imaamki, dabeetana laba xaraf iyo ka badan ama xaraf muufima baa ixdiisii ka dhex muuqday, ma ka goosanaysaa mise waad iskaga sii xidhnaanaysaa, salaad way kugu xidhnaanaysaa. waxaa awleysan buu leeyahay alawlaa ililmaamuum dawaamu liqtidaai bihi, inuu ku sii xidhnaado imaam uu ka sii dhigta ayaa awleysan oo aanu ka goosan, macna waa ka goosan karaa, marka dee waa inuu mufaaraqa niyoodo ka goosasho kadibna salaadiisi uu gooni isaga wato, laakiin inaanu ka goosan baa fiican, waayo dee asalku waa inaanay salaadu burin cala sixati lagu qaaday inay ansaxday. sida daahirkiina waxa weeye imaamka dhane dadka tukinaya ee faqiiha ah inaanu intuu iska idhaahdo iyadoon ka qaalib noqon dikri waajibana aanu ku dhawaaqi kari waayin inaanu haddana salaadii iska sii wadanahayn, saas ayaa daahira oo uu iska ilaalinaya dee waxyaabaha salaadiisa buriya. haddiise ay qariina tusiso qariinatu lxaal inuu cudurdaar la-aan iska yidho xuruuftii la sheegay deeta ay ka dhex muuqdeen wajabat mufaaraqatuhu, ila nin tukanayaba maa salaadiisi waa burteen, in la niyeysta ka goosashadiisoo salaadii gooni laysaga wato ayaa waajiba buu yidhi. wuxuu yidhi watarkuhu baa shardiya ka tegistiisa kalaaman hadal uu ka tago lilbashari, bashar lagula khitaabo lagula hadlo, camdan si ula kaca uu hadlo, xarfeyni laba xaraf waa inuu ka tago, aw xarfin ama xaraf ee watarku nutqi ama xarfeyni waa inuu ka tago laba xaraf, aw xarfan ama xaraf waa inuu ka tago. oo saas waynu u nasbin karnaa oo kalaamantaynu markaa dee ka bedelayna. waxaa kalenu odhan karnaa watarku nutqi ku dhawaaqisti waa inuu ka tago bixarfeyni laba xaraf uu ku dhawaaqo, aw xarfin ama xaraf uu ku dhawaaqo. xarafkaasi oo bimadin maca madin jiidis miceed xaasilay sawtaka dhawaaqaagaa jiiday, aw muufimin ama xarafkaasoo ah mid qofka maqlay macna fahamsiinaya, walow bikurihin walow xasala ama xaasilo maa dukira waxaa la sheegay bikurihin ay calaa sabiili likraah in la khasbay ku xaasilo, aw buka ama ha ku xaasilo waxa weeyaan oohin, aw dikrin aw bidikrin ama dikri ha ku xaasilo, aw qiraatin ha ku xaasilo dikri ay qiraadaasoo tajarada u dhartirmay lilfahmi ay litafhiimi fahamsiin, aw lam yanwi ama aanu niyoon ay bihima labadoodaas shay waxba aanu niyoon tafhiim iyo dikri iyo qiraa midna uma niyoon ama labada wada socdo uma niyoon abadan weligii, aw khaataba ama uu la hadlo alcaatisa ka hindhisa bitaraxumi uu kula hadlo kaafulkhitaab u geliya ducadii yarxamuka allah u idhaahdo, aw radda ama uu celiyo salaaman tasliiman salaamitaan la salaamay calaalmusallimi kii salaamay uu ku celiyo
ومرك هذا يسجن الله خطابه لا بسؤال ما يهدي كح حاصلان حرف كم في مكاي لا بد حرف غير مو في مكاي قف هاي كح حاصلان أو ترح نوحن أما هاي كح حاصلان غلب قف كغالب نقدو علين كرواي أو دون ذين أما لا بد الآن تود وسؤال كي ترح نوحن لم يطيق أن وأود ذكر 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 قاس وجب واجبي وإن تنحنح دو إلى هذا الإمام فبدأ مغدنا في تنحنح حرفان لب حرف يكبرا فلأولى سيد أم ذن مامومك دوام الاقتداء به قد يشد قد ين إن سي صعتوي وارك قوسا وفعله الكثير أي ومن شروط الصلاة صلاة الشروط دي دو حكم إذا تركه كتجست أو كتجو فعله الكثير فعل كيس بدر كتجو لو بساو ولو حصل بحاصل فعل كبدر بساو ساوية إلا باكو حاصلة وذلك مثل فعل كبدر مثل موالاة ثلاث خطو تلابوين صدح حريرين تودو كلوي ووثبة ومثل وثبة وي بودس تفحش فالح والمفطر وحكم إذا شروط الصلاة إنه كتغو وحي سوم كتبني أي وتركه باشر ديا وكتغو المفطرة وحاقفك سوما سوم كتبني ونية الصلاة وتركه باكم إذا نية الصلاة صلاة نية ديا وكتغو إذ تغيروا مركا اللي بدلوا معنا بدلست ديا وإنه كتغو ساسو تشيدا واي وينقي النري وحيابي الصلاة دبورينا يي كتجستو ذا أيو شروط صحة الصلاة وقدراي وأنا طريق والله بطريقات شراء طريقة كوادو حيت إلا كلا صار والله بباب لقى كلا ديجو شروط الصلاة هي مبطلات الصلاة طريقة أنا واحد تاي مبطلات كا إن لو قدروا شروط الصلاة اللي كتجستو ذي بس صلاة الصحة ذي شرط واحد مركز الصلاة الشروط ذي دو حكم إذا وقف كي تكره إنه يسكت أيوه فعل كفرها بدن عمل كبدن الصلاة دي جنسي قيدين عن كم يضعين من غير الجنسي أفعال الصلاة عن لا جنسي عين أفعال الصلاة وهذا فعل بدن صمائيو ولو فعل كابدن السهو انباه وقدعه مره دو أرنت أو عمدي حاران إنه يتعين وقران أيو الصلاة دي سوى بوريسة وأيو مره دو بديه لأنه يقطع نظم الصلاة صلاة هي أدي دي قاب كيدب وشرية فعل كفرها بدني فعل كفرها بدنا دبا أيو تصالو شاقيو ووحو يري مثل موالاة ثلاث خطو وصدح طلاب حريرين تودو كلا هو فعل بدن صدح طلابه ومركا حريرسا واحد يلا دقاتي حبين علوس بالا دقاتي ولوك تيا مركا هو فعل بدن وحي نوع شعر مركا صدح طلابه وحي كيرا هسكو بحيقه إنه فعل بدن وصلاة دبورين ايان وهاين صلاة دبورين مايو لكن السجل لفتي ساداني حاجي كيني وين لسكا إلى عليوي رسولك وحي إن في الصلاة إلى شغلة زي بخاري صحيح سكوري وحي مركا نوع شعر فعل كالغصة مايو عضو خفيفة حبين فضود إنه يسوي صلاة دبورين هين ولو هبة طوائز كبحي حجابيه سيدا إن فرق ولا رقاتيه يدو كفك وتاقيه وانا رقاتيه أما الدبناء على رقاتيه أما الصنك أما بادتك عندها على رقاتيه يسوي صلاة دي وحبية لما الحركات الخفيفة وغير مؤثر مركن ويري مثل موالاة ثلاث خطوين هوا طلاب صدي صدح طلاب هداني اسكو حقين واي كلقو أيهين وقدروا طمانين أو دحيو مركان صلاة كبري ميسو وحانا نقول ينكو واحد إرسان قدر كي طمانين ده إن بدان نصام راي وحكيري هدو دحيو أي ثلاث خطوات كنقول ينكو واحد إرسان نقول ينكو
waxa ficilkii badnaa isaguna tusaale u ah wasb boodis marka faaxisha bay dhahaan sida deed safiinaba ku qoraalkana tafxisha buu laakiin sida saxiixa taasi inay faaxisho noqotaa qayd maaha waayo dee kullu wasbatin waa faaxishatun fi salaa boodis kastaaba waa mid fool xun salaada dhexdeeda waalwasbatu waa mubdilatun lisalaati mutlaqan iyadoon la kala qaadqaadin lana laa takunu ilaa faaxisha faaxisha mooyaane wax kalama noqota markaa markuu yidhi wawasbatin ee weliba saa aynu akhrinay ficilka badan tusaalihiisa bay ka mid ta weyi laakiin wawasbatun haddii la yidhaahdo iyadana waa la odhan karaaye wa ficiluhu lkahiiru bay ku cadfan tahay oo markaa ficilkii kahiirkaa ka mid maaha ee qasiin bay u tahay waa qayb kaloo dhinac taalay noqonaysa laakiin maadaama wasbadu ficilka badan ay ka mid tahay in lagu cadfo isaga oo la yidhaahdo mithlu muwaalaati thalaathi khatwin wawasbatin tafxushu sidaas ayaa fiican oo awleysan. Waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha ay tahay qofka tukanaya inuu ka tago niyatu salaati tugayaru ay tagyiru niyati salaa salaada niyadeeda in la bedelo taa waa inuu ka tago, inuu ka tagaa salaadii saxadeedii ayay shardi u tahay. Isagoo salaadii ku jira hadduu niyeysta inuu ka baxo, walow ha niyeysta salaad kaleba inuu uga wareege ama uu taradudo saa warma ma ka baxdaa mise waad iska sii wadaa ama goynteeda shay xaasilidii uu ku xidho duu roob soo daato waan ka baxayaa buu duu zeed yimaado waan ka baxaya, salaadiisu way buraysaa. Waayo dee aljazmu biniya baa ka maqan niyada, waxaa shuruudeeda ka mid a aljazmu in la gooyo, waxaana aljazmu biniya bay markaa meesha ka saarayaan. Waxaa khilaafsan soomka iyo xajka iyo cumrada iyo ictikaafka iyo dikriga maxdiga ah, iyagoo haddii niyadii markaa la bedelo waxba noqon maayeen oo buri maayeen, oo maxaa iyagii salaadu ay ku kala duwayn. Waxay leeyihiin salaadu waa axkaamteedu waa ka adag tahay, waa ka cidhisan tahay axkaamta kuwaas. Ta kale salaada xidhashadeeda iyo ka bixisteeduba ikhtiyaarkiisay ku yimaadaan. Marka mar hadday ikhtiyaarkiisa ku yimaadaan, salaadii waxaa aada u raadaynayaa dacfiga niyadiisa ku yimaada. Taghyiru niyana dee uu niyadiibuu daciifinaya, niyadiisii baa daciifaysa. Wuxuu yihi nadban limaa yanuubu yusabbixu wahiya bidahri kafihaa tusafixu. Halka wuxuu kaga hadlayaa oo uu soo dhex geliyey ficiluu qofkii, qowluu qofkii odhanayo iyo ficil uu samaynayo haddana salaadiisii aan waxba yeelahayn, oo taa hore ayuu ka soo reebaya. Nadban sunnanimo ayuu yusabbixu u tasbiixsanayaa ninkii limaa yanuubu waxaa la soo dirsay salaada dhexdeeda awgeed, waxaa la soo dirsay imaamka oo sahwiyo uun maaha. Waxyaabo kale markaa dee loo tasbixsan karaa, waad ogtihiin markuu abuubakar salaada sii galay iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu maqan yahay, ee nebigu uu yimi iyadoo salaadii lagu jiro ee sacabka ay garaaceen, rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi idaa naabakum fi salaati shayun fasabbixu aw man naabahu shayun fi salaa falyusabbix fainama tasfiiqu linnisaa. Ka idinka mida isagoo salaada ku jira waa arrin la soo darsaa, subxaana allah yidhaahdo, sacab garaaca dumarkaa iska leh, bukhaari iyo kayruba waa wariyeen. Marka arrintaa ay sameeyeen oo sacab garaacaba rasuulku ku inkiray, waxaan u tilmaamay inay ahayd inay subxaana allah yidhahdaan. Markaa imaamkii oo maqan buu mid sii gala, imaamkii baa yimi subxaana allah baa la odhan karaa, si uu dib u soo baxo dee imaamku shaqadiisii u qabsado, ama dee masaajidkii baa u dabqabsadayba subxaana allah baa la odhan karaa, iyo waxyaabaha la midka ah. Walimaa yanuubuhu buu yidhi ee lisaawi limaamun maaha, waa wax kastoo markaa dee la soo darso salaadii raad ku yeelanaya. Markaa tasbiixda dikri qura ayuu u niyeysanaya, ama dikri iyo baraaruji wada socda. Laakiin hadduu u niyeysta ka warrama litambiya oo qura baraarujinu, waa tii hore inoo soo martay taasi inay salaada jebinayso. Wahiya buu yidhi gabadhiina tusafixu way sacab garaaci bidahri kafihaa,
كف كده دبر كيس أي كصعب قراءيو معنى أساسي سمين دونتا قعنت بديك بطني جيد يا حقي إذا نهوسه أي تبديك دبر كده ساو قراءي دونتا وصدف في عنون لكن هذه ساعة وصعب بس هي ساعة سو قراءة هي ذا اللفت دوا وبنانتا لكن وح الشر دوا إلى عيار قصدي وهذا عيار سجى قصدي لسكه الله يسطو قصدي جيد وكايا وصعب برسا صلاة دمر كوا كبرسا واي وحو يري ندبا سنة نمو أيا لما شيء درادي ينبو لسو درساي يصبحو تصبح سنة وهي قبرنا بظهر كفها كف كذا بدح دبر كيسة أيا تصفح كسع برسا كم يدق مركا حقي سهوسا يقول فارسا ويبطل الصلاة الصلاة دوحة بريبو لفر اليا سنة يدور سبع نغوتين ترك الركن الركن كيكا تقستي أو فوات شرط أما الشرط وحويان تجستي شرط قاسو من شروط شروط كميدا شرط قاسو قد مضو تجي الصلاة دا مركا ويحبوري لي ويحن وقدو دوباي لبار ربط أرنجا كوباد إنو كتاق الركن كميدا أركانتي الصلاة كتاق كودون يبا الركن كهان نغده لأنه هو ما هي دي حقيقة دي الصلاة دا. الصلاة دي بدأ قيبا مقان هدي الركن ومقيا وحيدون الله مدوار إن كلابات الصلاة دي بريا شرد كمية شروط دي الصلاة دي إنو كتاق دي كويا إنو صوم الرية هدو هدلا شرد دي مكتاق هدو فعل بدن سمايو شرد دي مكتاق هدي عورة دي سياي موقت شرد دي مكتاق هدو طهارة دي كتاق شرد دي مكتاق وهكذا ويبطل الصلاة الصلاة دي واحد بريا ترك الركن الركن كي كتجستيس أو فوات الشرط أما الشرط تجستي شرط له كت يقفك ومعنى كم قن هذا شرط قاسو من شروط شروط كم إذا شرط هذا سو قد مضوا تجي هراء نص الشيء جنبه لي مكروه هل كان عك قال يا وحيابا قفك تكري يا لو كرهه مكروه مكروهات الصلاة بكف ثوب حاصل ومد حاصل يا بكف ثوب مرء ورنتين أو شعر أمتمه ورفع وبرفع ومد حاصل يا كرو قادس تيسا إلى السماء السماء حق هذا وكرو قاد وبالبصر أرقي ووضع وبوضع ومد حاصل يا مكروه لقست ولقى يدا قعن على خاسرتي كلديس ومسح التراب وبمسح التراب عيد مسيحي الدياد وامدكو حاصل يا مكروه أو حسن أما قروره عن جبهاتي سلانتي سو كما صح وحطه موكو حاصل يا نقستيس ألي يديني لبادك قعمود ونقوم في الأكمام كممك كمك وصيدة وقلية قعنتي في حالة السجود ونقو حالة السجود والإحرام حالة الحرشدة والنقر وبالنقر موكو حاصل يا مكروه بفرشو في سجود سجود وكل نفطاء ما كلسو بوديس في سجود سجود وكلسو بودا كالغرابي أي كنغري الغرابي وجلسة قاب فريس بوكو حاس وجلسة الإقعائي فرد دايرك أيو مكرو يكو حاصل أيا كالكلابي وصورتها قاب فريس كان صورة ديدونا كجلسة الكلابي أيضا قاب فريس كيدو كلوي تكون وحي هانيسا ونص ورين يقعاقي اليتاه اللبدي سصل مع يديه يدو اللبدي سقعمونا إلى السعودان بالأرض أي ملصقات من لقودة شيء بالأرض دولك لكن السيئة ناصبا يكون وحي هاني ناصبا متاقي ساقيه لبدي سمركا كوب والالتفات أي ومكروه الصلاة مكروه يدو حاصلها متكو حاصليا بالالتفات الدايموتك بوجه وجهك سو كو دايمودو دينعيديس لا لحاجه حاجه او قيدان و دايمون له دايموتك او باهيهي والبصق وبالبصق با مكروه كو حاصل يا توفيتان لليمين دين عميدو و توفاي اسغو صلاهدي كو جيران او للقبله تاو الى جهه القبله اما جهاد اي كعبدو كخيقتو و توفا هلكا و خو قال لي مكروهات الصلاه وحا كميدا كف الثوب والشعر إن مركو صلاة تكنيو مرديس مركا أروريو
وده صلى الله ساس وكل تميسي إنه يجنا أوريه صلى عنده دب وحرا كله جمهور العلماء راح لي أرين ده صلاة كهرة سمية ما صلاة سوى كتيرة سمية وبدأ حالات بوا مكروه نوينا إني مكروه تاي اتفاق بكو صار وحنا والدليل ده حديث ك بخاري مسلم وريين رسولك عليه الصلاة والسلام ويري أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا وعلى أمرين أن كسو تشودا تضرب الله فوت وحكى الله أمرين مرأينا أن أورنا أن ندبع علين إيتما طارة إمام البخاري وكالي تبويب كيسا كم وقتا وحيسو كنت جاي أرين تاسي إن الله أقولين سلاة دحيدة لكن سلاة دهورتيدها دي أي دعضو إن أنا ندب لهين ساسي أيو كنت جاي طيب علماء قاركود وحي كسور ريبان تيمها مركا لقال ليو قبرنا وكسور ريبان قبرنا دي دي تيمية دي دي بحريين مركا ستواي تكاليسو إني فرفرطا ومشاقه يكون نقونيسا مركا يدوا اسكت تكاليسا بي لادين مكروونا كون نقون ميسو وحاجة وقبتا إني تيمو دي بوحيد نادان حاجة دون كراهادة ميشا وكسارتا وحاكا لاي كسور ريبان هدي قفكو أموس بلياي وننكي مردي سوى القرآن تقوى سيسوى صلاة دحديدة أما صلاة دورتيدبا إنو سروال كيسي أما مردي سي أولابا وقرآن تقصر ريسية مكروه معها وهي وحانو لابا ماشي وحا كل مين مفسدو مفسدو دا إنو مسبلة هادو دي حرار يه مفسدو دا إنو مردي اللابا لابدا مفسدو مركا تدرم با لسكا إلالين أيو إسبالكا تيار بان لغو دعايا سي توي ليسغا الىاليه تيار مكروه او مرض اللابستيد وحا كميده بودي مكروهاتكي انو الصمد ايغو ورفع الى السماء بالبصر زو صلاه دي كجيره تاسو كلي مكروه ليرادا وا نوع فودينه با كجيرته واي النبي عليه الصلاه والسلام عقاب كدلنيا او شيغيبا لينتهن عن ذلك او لا تخطفن ابصاره arinta way deyn doona dikale indhaha laga dhufan doona araga aya ka tagi doora saasi uu rasuulku kaleey salaatu salaam taas lagu ciqaabi doora marka arintaas ilaali makruu qudhaayeen ba xadiidka laga faahmiye bukhari wariye min xadiith anas ibn malik makruuhaadka waxa kamida inuu kaliya qabso isagoo tukanay waa ficil ka deemo takabireenta waana dhaqanka yahooda waxa la mid ah inuu ciida ama qururaha salaantiisa uu kama saxo ورسول كواد دي ده وحانو يلي هدان الدين هين هالمر سماه تسير واحد دليل تناه يقولوا يا إلي الكراه يعني وهاين للتحريم وحا كم إذا إنو قعمها مركا وحرامنا يو حرانا يو إيا مركا وسجودا يو إنو كمكا قليو مردي سمركا كمكا إذا هالكا قعانتو يكسوا بحضو إنو قليو وايو نشاط كي عبادة إيه تاسيكوري منس تكلا وفعل المتكبرين وكانما انه اسك كبرين انه غعمي سدولك دغو اما هلكا او كسجودي حبل كراي وحكم اذا ان سجودي لددجيو وعن نقر كنقر الغراب ورسولك عليه الصلاه والسلام والنهي سدا مركا توكا او كلا ان سجودي لغا قرسيو لكن وحي مكروه نقريسا هدي اولي ما طمانينتي ركن كاهيد أما ركن كشرد جواهيد هذه قدر طمانين أن سجود كتشرين ركن بابا كما غنبا يعمل السجود ده حكم ده القاع مركا القاع هو على بنوع فرد الدائرة أما فرد أي كدون سيد بره القاع مركا لك رها وينو بره ده ركن دجو لبدي سلقوادنا الصائم كا لقاه يقول تاجين وتاجو معنا تربع أما لقوي كفر يصير مايو تلبيه الساسي وتاقنانيا قعمها أنا ودولك نقو كاساء إقعاء الكلب نبي عليه الصلاة والسلام والنهي وهي فيه تشبه بالحيوان وفي السيدة هي لواقف حيوان كيسوية كيسية ورغنية إيه ما هو يدو قيد ماها ومع يديه داسي قيد ماها هذا بريد دولك نقو وساقين كيسنا الساء وتاقو وينتو داين بابعوين كاللغاها دول كاللغا تلبيه سنعي ساو تاقمان
gacmaha meeshu doonayaba ha dhiga, waa iqcaagii laysu diiday weeye. Iqcaag kale ayaa jira oo sawiritaankan uu inoo sawiray oo meesha kaga saarayo, kaasoo ah waxa weeyaan waa iqcaaga mustaxabka ah, inuu ku fadhiisto waxa weeyaan lugtiisa bidix inuu ku fadhiisto, cidhibteeda inuu ku fadhiisto. Kaasi wuxuu sunnayaa atxiyaadka hore iyo fadhiga labada sujood u dhexeeya, markaasaasa u kala duwayn. Makruuhaadka waxaa ka mid ah iltifaadka. Iltifaadku waa laba nooc, oo idaltafata bisadri, hadduu laabtiisa ku daymoodo qiblada u ka jeediyo, shardiga istiqbaalu qibla ayaa maqan, salaadiisu waa jabaysa. Laakiin iltifaadkan makruuha waxaa looga jeedaa aliltifaatu bilweji, haddii ay xaaja keentana karaahadu meesha waa ka baxaysa. Oo sideedaba qaacidadu waxay tahay ama daabidku, xaajadu tusqidu lkaraah, shaygii makruuha haddii loo baahdo qofka xaaja u qabato karaahadii meesha way ka baxaysa. Waxaa abuu daawuud wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo safara, ninu u diray meel jeex markaa buur ku yaal, isagoo salaadda ku jira inuu xaggiisa eegay. Abuubakarna markii rasuulku yimi isagoo dadka tukinaya sacabka ay garaaceen waxay u jeedaan uu fahmi waayey, iltafat wakaana laa yaltafit, xagga dambuu soo eegay mana daymoon jirin. Markuu nebiga arkay calayhi salaatu wasalaam ayuu dib u soo baxay, rasuul rasuulku galay oo dadka u tukiyey. Taasina markaa nebiguna kuma inkiri arrinta noocaas. Markaa aliltifaatu lilxaajat isagu waa banaayi. In qiblada markaa midigta xaggeeda loo tufo nebigaa nahiyey, jumhuurtuna waxay yidhahdeen waa lilkaraah. Wakadalika in loo tufo xagga qiblada, culimada qaarna waxay leeyihin waaba xaaraan. Wajaa yowma alqiyaamati wataflatu bayna caynayhi, buu uhi nebigu, maalinta qiyaama wuxuu imanaya iyadoo wixii uu tufay labada indho dhexooda uu kaga yaala. Saasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u adkeeyey. aadna waa kii uga xanaaqay qiblatulmasjid, waxa lagu tufay markuu arkay gacantiisa waa kaga xoqay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. xagu hadda wax ku tufaya masaajidka inuu ku tufaana waa xaaraan. walmusaaqu fi lmasjidi khati'a wakafaaratuha dafnu abu rasuulku calayhi salaatu wasalaam. marka hadda wuxuu ku tufayaa maradiisa ayuu ku tufayaa. dabeetna markaa isku celcelinaya, ama dhinaciisa bidix ayuu tufaya haddii mariyo waxba uu waayo. wuxuu yidhi makruuhuhaa, salaada makruuheedu xaasiluhaa, mid xaasilaya bikafi thawbin, maro uruurinteed ku xaasilaya, aw shacarin ama timo uruurintood, warafci, waa mid ku xaasilaya koryeelistiis ila samay samada xaggeeda u koryeelo, bilbasari araggi, wadci, buu ku xaasilaya dhigistiisa, yadan gacan u dhigo, calaa khaasiratihi kelidiis, wamasxi turbin, buu ku xaasilaya ciid masixideed, aw xasan ama qururux, can jabaatihi salaantiisa, oo halka uu ku sujuuda uu ka masaxo, waxaqii, buu ku xaasilaya dhigistiisa, alyadeyni, labada gacmood u dhigo, fil akmaami, kumamkii dhexdooda, fii xaalati sujuudi, markuu sujuudayo, iyo walixraami, iyo markuu xidhanayo, wanaqri, buu ku xaasilayaa kaga qursiin, fi sujuudi, sujuuduu kaga qursiiyo, kalguraabi, tukaa kaga qursiintiisoo kale markuu cabayo, wa jilsati liqcaa'i, iqcaaga qaab fadhiisadka iqcaaga la yidhaahdo ayaa makruuhu ku xaasilaya, kalkilaabi, wa suuratuhaa, jilsada iyo qaab fadhiisigaa suuradeeduna, kalkilaabi, ka jilsati lkilaabi, ayada qaab fadhiisadkeedo kale weeye, wakadalika alquruud, takuunu waxay ahaanaysaa markuu iqcaaga samaynayo xaalata liqcaa'i, alyataahu, labadiisa sal, maca yadeehi, labadiisa gacmoodna iyadoo ay la socdaan, bilardi, kuwa dhulka ku dhegan, laakiin hashay hase yeeshay yakuunu wuxuu ahaanayaa naasiban, mid taagay, saaqay, labadiisa dhudhun ee lugaha, waliltifaati, buu makruuhu ku xaasilaya daymoodkii, bilweji, uu ku daymoodo, laa lixaajatin, xaajo daraaddeed hadduu u daymoodo maya, lahu, uu baahday, uu xaajooday daymoodka, walbasqi, buu makruuhu ku xaasilaya tufitaan, lilyamiini, dhinaca midiga u tufo, aw lilqiblati, ama qiblada xaggeeda u tufo. baabu sujuudi sahwi, sahwiga sujuudiisa iyo axkaamta ay leedahay baabii ka waramay wey, min baabi idaafati shay ilaa sababi, baabu sujuud alladii sababuhu assahwi, wa baabii ka waramay sujuudda sababteedu ay tahay sahwi, salaada dhexeeda dhacay.
marka sahwu fi lugha wa an-nisyan wa illawga walakin al-murad bi fi kutub al-fiqh kullu khalalin hasilin fi as-salah sahwiga illa wu looga ma jeedo khalal kasta oo salaada gala ayaa looga jeeda waxyaabo marka amdan loo sameeyay ogaan iyo ula kac ayaa studi sawi loola yimaada waaye waxa halkan kaga hadlay sujuudu saawiga xukunkiisa iyo inta uu yahay sujuudood iyo maxalkiisa meesha lala imanayo kadibna wuxuu ku xigsiiyey alasbaab alatii liajliha tushrac sujuudu saawi asbaabta daraaddeed sujuudu saawiga loo sharciyey qubayla tasliimin salaama naqsi horaantii macnaa in yar ka hor ayaa tusannu la sunneeyaa sajdataahu labadiisa sujuudood musalliya ka tukanaya labadiisa sujuudood oo lisahwi ma sahwi markaad ula timaado ayaa la sunneeyaa lisahwi ma shay markaad ku sahwido yubtilu uu burinaya salaada camdu yubtilu uu burinaya salaada camdu camdigiisa iyo ukaskiisu wa tarki bacdin walitarki bacdin baa loo sumeeyay sujuudu saawi marka laga tago bacdi abcaada salaada ka mid a camdan ogaan looga tago aw liduhlin ama ilow awgii looga tago laa sunnatin sunno ka tegisteed awgeed looma sumeeyay sujuudu saawi bal linaqli ruknin rukun raristii baa loo sumeeyaa rukunkaasi oo qawliyina oo laga rara meeshiisii oo markaa meel kale loo raro marka sujuudu saawigu waa sunna buu yidhi waxayna deliishadeen xadiidka abu daawuud iyo wareem xadiid abi saciid oo haddii ay wax ka dhiman yihiin haddii salaadiisu ay u dhan tahay labada markaa sujuudood waa sunnay noqonayaan naafila ayay noqonayaan baa ku sugan inkastoo xadiidka uu dacfi ku sugan yihi culimada qaarna waxay ku tageen inay waajibta laakiin sana waa sida jumhuurta ay ku tageen sujuudu saawigu inuu sunno u yihi waana laba sujuudood oo ka sujuudi salaa ah sujuudda salaadun bay la mid yihiin xagga kayfiyada iyo maa yuqaalu fi ayaa waxaa la odhanayaba oo dikri gaara usoo arooray ma jiro maxalkooduna waa qubayla tasliimin salaama naqsi horaantiisa yar macnaa in yar ka hor macnaa marka qofku uu dhammeeyo tashahudka iyo wixii ku tacalluqii sida salligii nebiga iyo ducaysi iyo waxaasuna marku dhammeeyo salaama naqsiguna u harsan yahay ayuu la imanaya macnaa laa yatakhallalu bayna sujuudi saawi wasalaami shay-un min assalaah sujuudi saawiga iyo salaama naqsiga wax salaada ka mid uma dhexaynayaan macnuhu waa sidaas oo markuu sujuudi saawigii la yimaadaba waa inuu salaama naqsado waaye oo saanay ku tageen shaaficiyadu qaarkoodna waxay dhahaan khilaafku wuxuu ku sugan yahay uun sidaba afdala laakiin haddii qabla asalaam lala yimaado iyo haddii bacd asalaam lala yimaadaba way ansaxaysa laakiin khilaaf baa ku jira sixada lafteeda maxay tan u dalishadeen shaaficiyadu xadiid badan bay ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam sujuudu saawiga inuu la yimi qabla asalaam xadiidu abi saciid iyo baa ka mid a xadiidu abi hurayre iyo waaye maxay kaga jawaabayaan axaadiida ay ku soo aroortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam bacda asalaam inuu la yimi sida xadiidka cabdillaahi ibnu mascuud oo kale bukhaari muslim ba ay wariyeen markuu rasuulku duurkii tukaday shan rasuulku calayhi salaatu wasalaam bacda asalaam ayuu la yimi waxay leeyihiin arrintaasi waxaa ka dambeysay inuu qabla asalaam rasuulka dhigay zuhri baa saa yidhi shaaficiina zuhri ayuu ku raacay laakiin sidaa saxiixi waxay tahay qabla asalaam iyo bacda asalaam labadaba waa bannaanyi maxaa haddaba sujuudu saawiga loola yimaadaayo daraaddii loo sharceeya arrimo aynu ku soo aragnay kutubtii yarayda hore oo safiinuhu dee afar arrimood buu sheegaa afartaasi maxay ahaayeen tarku bacdin aw bacdi lbacdi abcaada salaada wax ka mid a haddii laga tago oo camda looga tago ama sahwa looga tago arrinka labaadna wuxuu ahaa ficlu maa yubtilu camduhu walaa yubtilu sahwu
salaada dhexeeda uu sameeyo wax haddii loo kaso salaada burinaya, haddii lagu saawiyana aan salaada burinahayn. waxa kale oo asbaabtiisa ka mid ahaa naqlu ruknin qawliyin ilaa gayri maxalli, arkaanta qawligae lagu qawlee lagu hadlo mid ka mid a ama ka badanba meeshiisii meel aan ahayn in loo raro. waxaa kaloo ka mid ahaa ficlu ruknin min arkaani salaa maca taradudi fii ziyaadati, rukun arkaanta salaada ka mid ah inuu sameeyo musalligii isagoo ka taradudsan inuu zaa'id yahay iyo inuu kiyaasalkahaa yahay. afartaada sheegeen halkan markaa wuxuu inoo sheegay lisaawi ma saawin uu shay ku saawiyey awgeed baa loo sunnaya, yubtil uu burinayo asalaad salaada camdu uu kaskiisa u burinayo oo saawigiisu si aanu burinahayn. ashayaad waxay u qaybsamaan maa yubtilu salaata camduhu wa sahwuhu, si alkalaam alkahiir iyo aluklu lkahiir iyo alafcaalu lkahiira iyo waxaasoo dhan camdigood iyo sahwigood wa salaada u buriya, iyo maa yubtilu camduhu walaa yubtilu sahwu, iyo wax haddii loo camdiyo salaada burinaya haddii lagu saawiyana salaada aan burinahayn, sida hadalka yar iyo wax yar in la cuno iyo nooca saddexaadna waa maa laa yubtilu salaata camduhu walaa sahwu, waa wax haddii loo camdiyo iyo haddii lagu saawiyaba salaada aan burinahayn, sida iltifaadkii oo kale daymoodkii oo kiidee makruuhun ahaa hadduu bilaa xaajay, iyo ficilkii yaraa khatwatayn laba tallaaboo kale markaa kuwa iyaga laa yustaxabu sujuudu lahu. wixii markaa camdigiisu uu salaada buriyo laakiin sahwigiisu aanu burin ayaa haddii qofkii tukanaya uu ka dhaco sujuudu sahwi markaa ay sunno tahay. ta koowaad waa taa. ta labaadna waa tarki bacdin abcaadii salaada wax ka mida waa inuu ka tago, safiinuu lix markaa uu ka dhigo haddii markaa la faahfaahiyana labaatana. oo salaada waxay u qaybiyaan furuud ama arkaan iyo abcaad iyo sunan, hay-aadna waa idhaahdaan halkaas sunanka. arkaantu waa hay-adii ama xaqiiqadii iyo maahiyadii salaada, haddii laga taga dee saawin ama camdanka la doonaya baa looga taga salaada ansixi mayso. abcaaduna waa sunan alatii tujbaru bisujuudi saawi idaa turikat, waa sunayaasha lagu kabo sujuudi saawiga haddii laga tago, camdana looga taga ama saawina looga tage. waxaa markaa ka mid ah tashahud alawal, isagaana u asala uu nebigu calayhi salaatu wasalaam atixiyaadka hore markuu ka kacay uma noqon, kumana soo celin isagiiyo intii ka dambeysay. sujuudu saawi unbuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku kabay. kuwan kale abcaadu salaa ay ku magacaabeenna tashahudu alawalkaa looga qiyaas qaatay oo la ilxaaqiyey, waayo dee dhammaantoodba waa abcaad, waa abcaadna macnaheedu waa maxay? alabcaadu alxaqiiqiya bay shabahaan oo arkaanta ah, halay ka shabahaanna waxay tahay dee waa afcaal mustaqila weeye, afcaal ama aqwaal mustaqila weeye, si madax banaan loo sameynayo rukun aan taabic u ahayn, sida rukun waliba uu u yahay isaguna mid mustaqila madax banaan uu u yahay. markaa tarku bacdin, tarku bacdi lbacdina waa lamid xaraf tashahudka ka mid a, ama alqadru lmujzi min asalaati cala nabiy ka mid a, hadduu ka tago dee bacdu lbacdi buu ka tegey, bacdigii barhkii buu ka tegey. camda looga tago awli duhrin, awli nisyaani looga tago, oo abcaada haddii ogaan looga tago iyo haddii saawi looga tagaba sujuudu saawi baa sunno ah. laa sunnatin, oo sunnada wuxuu uga jeedaa halkan hay-aadkii buu uga jeedaa sunnayaashii aan abcaada ahayn, oo laa tarku sunnati sunno ka tegisteed looma sharciyo, sida qur-aan in la akhriyo oo faatixada dabadeediyo, qiraada in lala jaaro meesheediyo, israarkii fii mawdicihi iyo adkaartii oo kale fi rukuuc iyo fi sujuud iyo takbiiraatu lintiqaal iyo kuwaasoo dhan hay-aad baa la idhahda, oo haddii ogaan looga tagay iyo haddii laga saawiyaba sujuudu saawi looma jidayn oo looma sharciyayn. arrinka saddexaad waa naqlu ruknin qawliyin ilaa gayri maxalli, waa rukun qawli ah in loo raro meeshiisa meel aan ahayn. marka arkaanta qawligaa naqlinteedu waa laba, maa yubtilu camdu naqli, mida haddii raristiisa loo camdiyo salaadii ay burayso, waana laba uun.
وتكبيرة الإحرام إيو الصلاة لبدا هدي ماشي دو ميلا أنا هين لورها رو أرنتا لو عمديو الصلاة دو أبوريس انت كلو أركان تقولي قاس آخر انتي فاتحة تشاود كتحيات كدن بي صلي نبيك يا السلام السلام يدا حقا سين قدر انت كلو أردن وأركان قولي ولقو قوله هدي ماشي دو ميلا أنا هين لورها رو وقان هالله قرر رو أما إلا وهالله قرر إيه صلاة دبوري ميسو هدي ماشي ودي إيه قانا للي ما داع دلوتش هذا لصعو فتح هذا ماشي ودي وضع خرد هدانا ميل كلا تقلس وماشي ودي أنا هين صلاة دكابوري ميسو قرآن وضع خرد وكذلك صلي النبي قيه تشاودك لكن هدي أرنتا سعيد دعضو سجود السهو إلا لي ما أدو أي سنة والله سنة أي واي وحا مركا هريصو ماها محل كي أفراد أما صابتي أفراد صابتي أفراد محاي إيقاع ركن مع التردد في زيادتي إنه الصمية ركن أركان صلاة ده كمية سوى كالتردد سن إنه ديراد يأيين كلي ومثلا لابد السجودات بدكشة كده تيدوام يا الله تيمي ولابد هو كود دايين مساميد باكو هارداي شاكي قواد سكتوري وارتوا السجودي سجود ده مركز سجودة يسمحات كالتردد سن يطلو من ديراد با ولابد هو هراد الصمية سوى تيلا بادو ديراد ماها مركان السجود الساوي أيها لقاربا السجود الساوي لشكنا والله شرعية شكين لغا شكيو ركن مركا سمينتنا والوجه دي والله شرعية وحوري قبيل التسليم سلام نقصي هرانتي هرانتي سير ايه تصنو الله السنة يا سجدة تاو كتكني لبين سجودون واللي ساوي ما شي ساوي انت وكو ساوي يو سجودون يبطلوا أبورين يا عمدو كسكي سوى الصلاة صلاة وتركي بعد نو سجودو بعد كتقستي عمدا وقتقا ولذولي اما إلا أوقي وقتقا لا سنة أي لا لترك سنة سنة كتجسد وهيات كي سجود ساوي الله ما سنة بل نقل ركن لنقل ركن ركن رستي بالله سنة ركن كاسي أو قولي أو عمد انت لو عمد ير رستي سنة لسلاة دبورين وكل ركن بور ركن كاسي وقد تركت عد كتكت مصلي يو سايا حالات اي متسهوي سن ما بعده ركن كاوحا كدن بايا يا سمايسي لغو نوح بكما تشيران والله ترين مايو الى ان تأتي الا الله ايمان ايسو بمثله ركنكي وكلا هل كيسي لباده وكما تشيري صلاة داد قارسو فهو كاد لطمي ايا ينوب عنو كي ادكتك تنهي بكان غريا ولو بقصد النفلي سنة وقصدين تيد با تفعلن واتسمو سميسدي سنة وقصدين تيد با دو سميسدي ثم دويتنا تدارك بوري يعني حلال والله كالي ما بقي وحا هري ورتب حاله يمد سيدي سو كلا وريه وابني عليه صلاة دينا كدس لزمان وقت مركو كسو وريغا قروبا دو هل كانو كغا الله يا هدي اد ركن كتكتو ركن كهداد أغان وقد تكتد الصلاة دوي كابوريس إن كنت عالما عامدا صلاة دوي كابوريس دادو عمدي دو كتغيستي سنة حاران تأي ركن وياد قرانس لكن ركن كي بات سهوي وقد تكتبوري صلاة ركوع بات ركوع دي بات كتكت ركع عدك كوبات ركوع دي بات كتكت إلا وأوقي بات وقد تكت محالة ييلي يا مركا حداد حصوصته هرتا وحي الدبدي ركن كاد كتكتي كدن بيه أوردامي أو حبك ما تشيران وايو لأن وقع في غير موقع ماشي سميلا أنا هين أيو دعايد ركن كاد كتكتي بعد كوري إمي كان دي الساقي باه الرئي ويا المعنيه اللي ركن كوري ما تصمينه لا ترسان مايو واحد ترساشا بلاب ما يساقون ركن كاد ركن كيسو رقع عدد لبادة لو كاكا تشيرا مركاد قاعد وما ترساشا بلاب يساقون ركوع داد إلا ودي ركوع داد مركز قاعدون با صلاة دا كوتر سنتي تاد إلا ودي يا ركوع دا كلا كوحك تا انت ورد حيسوي حيات سميسي ورمي واحترسن معهم
oo ictidaal iyo sujuudihii iyo fadhigii u dhexeeyey laba sujood iyo qiyaamkii ragcadda kalaad u kacday iyo waxaasoo dhammi wax tirsan maaha, waa laqwi. Maxaa la yeelayaa markaa? Rukunkii aad ilowday haddaad xusuusato, adoon rukunka rukunkiisii ragcadda kale aanad gaadhin, waa inaad ku noqoto oo isagii intii ka dambaysay baad la timaado. Rukuuc baad ilowday, rukuucdii ku soo xigtay adoon gaadhin baad xusuustay. Meesha doonaysidba jooga horta waa la rukuucdo. Daad fadhida kaco rukuuc, daad taagan tahayna rukuuc, intii rukuucda ka dambaysayna la kaalay. Etana salaadaada saasun ku wad, saasay kugu dhammaanaysa. Waayo rukunkii aad ilowday maad xusuusan ilaa aad gaadhay rukunka rukunkiisii ku soo xigay. Rukuucda aad ilowday ilaa rukuucdii kale ku soo xigtay aad gaadhay maad xusuusan. Mar haddaad rukuucda rukuucdeedii gaadhay dib u noqosho ma jirto. Haddaabaad rukuuc joogtahay xaggaad u noqon. Rukuucda aad gaadhay ayuunbaa tii aad ka tagtay meesheedii gelaysa, ragcaddii markaa buuxinaysa. Meeshiina dee waxay noqonaysaa inay ragcad dhammi laaqi noqoto, ragcaddii koowaad midaan jirin ay noqoto haddii ragcadda koowaad ay ka maqan tahay. Oo taa labaad un salaadaadii aad ka bilowdo oo dabeetana iyadu ay kuu noqoto intii ragcooda ahayd saad kula timaado. Fooyeen ubcan waa kaa yidhi. Haddaba halkan mas'alu tilmaamo masalahaas waxa weeye, rukunkaa rukunkii aad ka tagtay naa'ibka ka noqday, qasdiga aad ku samaysay, qasdi aad sunnanimo u qasdidayba ha noqdo. Taa waxaa tusaale u ah sujuuddii koowaad baad la timi, tii labaad baad ka sahwideeyo waad kacday, laakiin intaanad kicin ilaa waxaad islahayd labadii sujuudood baa kuu dhale jalsatul istiraaxaad samaysa. Jalsatul istiraaxaas dee waxay xagga suurada shabahdaa fadhigii labada sujood u dhexeeyey, laakiin biqasdi nafli baa lagu sameeyaa, iyadoo sunanimo loo qastiyey baa lagu sameeyaa. Waad kacdo qiyaamkii baad ku xusuusatay inay sujuudi kaa maqantay, dee waad soo noqonaysaa markaa. Ma waxaad la imanaysaa horta fadhigii labada sujood u dhexeeyey kadibna sujuudi baad la imanaysaa? Maya. Mar haddaad jalsatul istiraaxa samaysay iyadaa meeshii fadhigii laba sujood u dhexeeyey kuu buuxinaysa, oo markaad qiyaamka ka timaado sujuudunbaa toos u gelaysa. Ila labada fadhi waa isku mid ee qasdiga ayuunbaa kala duwani. Oo fadhigii aad u fadhiisatay liil istiraax intaanad kicin ayaa markaa kuu noqonaya fadhigii u dhexeeyey labada sujuudood. Intaas uu jeeda wuxuu ihi wakulu rukun rukun kasta oo qad taragta aad ka tagta musalliyow saayan xaala aad tahay mid sahwisan aad ka tagto maa bacdo waxa ka dambeeya aad samaysaa laqwina waxba kama jiraan ilaa goormuu laqwi noqonaya ilaa antaatiya ilaa aad la imanayso bimidlihi rukunkii oo kale. Fahuwa kaa aad la timi baa yanuubu canhu naa'ib ka noqonaya meeshiisii buuxinaya walow biqasdi nafli sunnanimo qasdina aad u qasdidayba tafcalanhu aad samaysid. Uma tadaarak buu ihi halkana wuxuu leeyahay intaa dabadeed nusqa qaarkood buu ku yaala beytkan qaarna kuma yaala. Salaadaada intii dee ku hadhay samee weeyaan macnuhu iyadoo tartiibteedii leh haddaanad weli salaadii ka bixin, adoo weli salaadii ka bixin baad xusuustay inuu runkaa maqayi. Salaadii baad ka baxday maxaa la yeelaya? Waad salaama naqsatee. Salaama naqsigaasi mid sahwi kaaga dhacay buu noqonaya, horta salaadii kaa burin maayo. Ilaysma lihid salaadii waxbaa kuu harsane. Haddaba ma salaadii baad ku soo wada celinaysaa mise intii kuu harsanayd unbaad la imanaysaa? Ragcadtii haddii ay ka badan tahayba iyo haddii ragcad qayb ka mida ay tahay oo dee ragcadda u dambaysa laakiin ka mida, waxaa la eegayaa waqtiga ka soo wareegay salaada ka bixisteeda. Waqti yari hadduu ka soo wareegay curfi ahaan, wax najaasaana aanad taaban, ficil badanna aanad samayn, waad ku duldhisaysaa intii ku harsanayd umaad la imanaysa. Haddii waqti badan uu ka soo wareegay ama najaasiya waxaad taabatay ama afcaal badan aad samaysayna,
صلاتي واد صواب بلاوسة عدد قبل ذلك كتشي ستة من الله ثم تدارك بوري كدبتك ما بقي وحي هري مرتبا حاله وياي متسيس وترتيبسا وابني عليه كدول دس للزمان وقت مرو كسو وريقو صلاتك بحس تيدي قاروبا وقت قاسو آمد دو ومن نسي قفك إلا بعد تشهد تحياتك المقدمة يعد مدله الرئيسية تحياتك أوري وعاد النقضة ومعنى دي قامة كعا استاجر وعاد النقضة وفرد يجيب وقو نقضة بعد الانتصاب مركو سيد لما يستيران سيقو من مركو إسو تاغو حرما نقشدي ساسورتا وحاران وجاهل التحريم أرينتا سيني حاران تقفك جاهل كاكا أو ناس أممد إلا وسرى إنه سلات كتشربة سواء سلات كتشربة إلا وسنب وسكنه فلا يبطل برين ما هي الصلاة دي عودوه نقوشة ديسو وإلا هذه كلام مياه وانو صدا أهين واتحيات كيبو كاكا عيسي قمنا ويسو تاغي ها جاهل ماها نقوشة دي حاران تيوا قرارية ناس ما هي الصلاة دي كتشربة حسوسي وانا نقضي أبطلا أي عود هو الصلاة نقشي ساسي صلاة دي بريس ها كي لو نقدر مركو حسوس طوائر وكع سجود ساوي مركو ولا جربا لكن أصي شيء على المأموم مأموم كدوشي سي حتما سجوان واجبة يرجع عن يرجع با إنه نقضه إلى الجلوس فرديه وكون نقضه يتبع سؤال راعه للإمام أما يتبع السقر راعي للإمام إمامك هل كان وحوك قال يا قف با تحياتك هوري إلا بي قف با تحياتك هوري إلا بي وقف كليدي تكري أما وابا إمام ما ممكن يسقو إنو إمام دوناي تحياتك إبو إلا بي وكعاي قو يستاقي مرحدي وصيد دما استيران أو قمان إسو تاقي إنو ديبو فريستا ميد بنا أو بنان ماي حرام بكتي وي ماي حرام بكتي لو لا يجوز ترك واجب لسنة قواعد الفقه كاميدا شيء واجب وهذا كو طلبو سو قيام كان واجب واجب كاينو كتغو سنة اوغا نوقدا الي تحيات كو سنة تحيات كوره ما بنانا تكاله ده مر هدان او بنانين نقوشاداس اي فدغايو حاسو دبا نقريان افعال ان صلاه دي سكميد هين وصلاه دي سو كو زياده او كو كورنيه بين قريان مركا ورتو حاران او ما بنا بمعنى اثم بو كو نقريا ان كان عامدا عالما صلاه دي سنوا كو بوريسا لزيادته قعودا غير مشروع وايو دي اتعيادك ان لو فريستا صلاه دا كميد هاد لكن مردي محلكي سي لا دافاي هدا صلاه دي كميد ما حديثه وجاهل يوين أرنت زين حرامتي أنا وقرامي إلا أوجا وقعد عضو سلاد وكبري ميسو هادو جاهل يمرك أوجا هذا وين أروح تحيات كي وصل نقضي أنا وصيف فدين وين وكعه هادو الناس يو إلا وأوجي وقول نقضي أنا مركو حصوصته وين وكعه هادو أرنت زين حرامتي وقرني سلاد وكتير أنا وحصوصنا أو نقضه سلاد يسوى بوري سابو يري وحي بوري سلاد وين شيء وين واحد تمي وا معموم كان استاجي وا معموم اتحياتك كاستاجي امامك سو اتحياتك بو فديا سغو كعاي سي قومن بو مركاي سو تاغي حد القيام كي بو غلاي وح واجب كو كا انو نوقدو ومحو نوقنيا سنو نوقني واجب او نوقنيا مايا واجب واجب كا ادق او نوقنيا وقيام كان وقال هو واجب واجبات الصلاة كميدة وتابعة الإمام هو واجب واجبات الصلاة كميدة تابعة الإمام بانا واجب مركا آكدة وهذا وايو وين أقنا هيدا إمام كراعيستي سائل لوجا تجا حتى ترتيب الصلاة إن وجا تجا معموم كترتيب الصلاة دي سائل وجا تجا وين أقنا وايد وهدو مركا وقعوا سهوا ما ممكن هدو سع عمدا وقعوا إنه صار نقد الصنم بيوت واجبكم معه مركا دي قصي صحيح أبو لي
haddii imaamkii uu atixiyaadkii hore ka kaco ilogaan baab uga kici karaa ama uu sahwan uga kaco oo maamuumkii uu ku hadha ka warrama hadduu mufaaraqo niyooday dee waa nin kelidii iska tukanayo imaamku kuma xidhna waxba kama dhexeeyaan isagoon mufaaraqo niyoon buu fadhigii iskaga hadhay imaamkina u kacay iska atixiyaadsanaya imaamkiisina waa taaganyo qur-aan buu akhrinaya salaadiisu way buraysaa waayo lanu khaalafa alimaam fi sunati mukhaalafat lfaaxisha faaxishat lmukhaalafa imaamkii buu ku khilaafay sunne imaamka in lagu khilaafo ay fool xunto aada ay u muuqato oo sunne hadduu imaamkaagu ka tago haddii aad khilaafto aduu sunne aad la timaadana khilaafka imaamku aada u muuqanayo kuma banaana inaad imaamka arrintaa ku khilaafto haddaad ku khilaaftana salaadaadii baa buraysaba waay haddaba maxaa laga yeelayaa sujuudu sahwigii oo qofkaa kacay atixiyaadkii ka kacay sujuudu sahwigii ma la iman mise la iman maayo laba xaaladood buu yeelanaya haddii uu u dhowaado xagga qiyaamka sujuudu sahwi waa ayuu la imanaya hadhow haddii uu xaggii fadhiga u dhow yahay ama fadhigii iyo qiyaamka ay u siman yihiinna sujuudu sahwi la iman maayo oo labada maxaa lagu kala kaxeeyey waxaa lagu kala kaxeeyey dee khalalkaa kala yar oo nin atixiyaadkii intuu ka kacay xaggii wada istaagayba ama xaggii istaagga u dhowaaday tee ficilkiisa iyo khalalka salaadiisii galay waa ka badan yahay ka xaggii fadhiga u dhow khalalka salaadiisii galay dee ficilka uu sameeyey wakadalika ka qiyaamka iyo qucuudka ay u siman yihiin wuxuu ihi wacaa'idun mid noqday qabla intisaabin intaanu si quman u wada istaagin ka noqday ila waa u banaantahay mar haddaanu si quman goormay xaaraan ka ahayd inuu noqdo hadduu si quman isu taagay oo qiyaamkii uu si dhammaystiran u galay xaddulqiyaamkii intaanu si quman intaanu isu taagin buu noqday yundabu waa la sunayaa sujuuduhu sujuuddiisa uu sahwigaa u sujuudo ama khalalkaa u sujuudo id lilqiyaami marka xagga taagnida aqrabu u dhow yahay wacaa'idun mid noqday oo taagnidii ka noqday oo fadhiga u noqday qabla intisaabi intaanu si dhammaystiran isu taagin yundabu waxaa loo sunneeyaa sujuuduhu sujuuditaankiisaa la sunneeya id lilqiyaami marka xagga qiyaamka aqrabu u dhow yahay wa muqtadin halkan wuxuu kaga hadlayaa maamuumka iyo sahwigiisa iyo haddii dee imaamkiisa uu sahwiyey wax uu yeelayo wa muqtadin mid imaam ku xidhan lan yasjuda sujuudi maa lisahwi u sujuudi maayo sahwiga isagu uu sahwiyo laakiin hase yeeshee lisahwi man yasjudu waa sujuuda lisahwi man mid sahwiga buu sujuudaya qad iqtadaa uu ku xidhay bihi isaga oo mar haddaad maamuum tahay wax allaale iyo waxa adiga sahwi kaa dhaca sujuudu sahwi ula iman maysid oo imaamkaaga tahaaro qabaa kaa qaaday haddaanu tahaaro qabin waxba kaa qaadi maayo isagaa baana salaad u jirin shardi waxaa inuu imaamku daahir yahay ha laakiin imaamkaagu hadduu sahwiyo adigu yaanad laba sahwiin hadduu doono sahwigiisu haba dhaco inta aanad ku xidhan adigu mar hadduu sujuudu sahwi la yimaado waad raacaysa haddaad ka hadho dee waxaad ku khilaaftay fii sunatin faaxishati lmukhaalafa dee salaaddu way kaa jabaysa imaamkii waa sujuudu sahwi la yimi aadna waad iskaga hadha imaamku haddii uu sahwiyo sujuudu sahwiga uu ka tago adoo weli imaamkii ku xidhan sujuudu sahwi adigu lama iman kartid waayo iyadana waa imaamkii waad khilaaftay wey khaalafta alimaam fii sunatin faaxishati lmukhaalafa salaadii oodee kaaga buraysaba wuxuu yidhi laakiin imaamkii marka aad ka go-do salaadii uu ka baxo iyadoo adiga weli in ku harsantay aad kacdo intii ku harsanay aad u kacdo wixii markaa dee sahwi kaa dhaca waad u sujuudaysa ilaa hadda maamuum ma tihide munfarid baa tamid kelidii tukanaya baa tay
وشكه بو يري غفك تكن يشكي جيس قبل السلام انتانو سلام نقصن كور وشكيا في عددي ما صلى انتو تكيت تريد وكشكيا لم يعتمد ما عسكنا فيه يعني شكي قاعد حديثة على قول احد غفنا قول كيس عسكن مايا لكن سي شيء يعتمد عسكري على يقين تيسو كشقيني وهو يقين تيسونا الذي يعتمد عليه واكو عسكري على قل وان طير ولياتها لي ما دب الباقي يعني انت سلادي سوار سريد ويسجد والسجود يا ويسجد هالسجود للخلل خلل كسلادي سجلي اوجي هو سجوده واي شك يقفك وكشك يو تيرد السلادي سا حقا ركعدها ما حقا ركوعها ايو هدو دعو بعد السلام سلام نقصي يكدي بحبالك اسوى قادم ايو تاوي نو اشاري نادمكو وشكو قبل السلام اذا سوى قيد وشكو بعد السلام لا اثر له مركو سلادي كبح يدو شكيان يو ركعد با كامقان ما سجود با مقان من ركوع طلو مياد فاتحة اخرى مياد تحيات كلها تمي مياد صلي جنبي قالت تمي شك قاسي معنا ماله الشك هو يسكب ده يوم مركز دموه سواس بيسو بدلية هذه الشك قال صلاة ده مركز لقى بحه يمادة وحلقة سو قاضو لكن وحش شكيي أنت أنا ولي صلاة دي كبحين وكشكي تردي بكشكي في عدد ما تبي من ركعات صلاة دي بكشكي وصلاة دي دور طلوني يوم صدق حياتك تبي سافر بكشكي ولينا وكوتش راكب بحين وحنا لم يعتمد فيه على قول أحد هذا يعدك لو حشك تعد الثقة على نقطتين قول كودا عسكن مايو وترد هاي الجرشة ذو عسكن مايو هذا اللي راه ذو رجع ذو كام قن حبك سو قادم مايو عد هذا الكذب هذا لو كودن تلو حبك سو قادم مايو هو حكود السياع إمام هالنقطة موقف كليد تكلم يبقى نقطة يقين تيسو حكود السياع سي سقو هو انت وبان الدواء انت ير والدور مصدح باتك تمسافر بوك شكي صدح دوه با وانت ير انت اين تكذب كسو قاضي تي افراد والله ما ليه الليل تكذب والسميه وكشك سي صبح وكشكي طول ما رجعت باتك تمسلبا رجعت دوه با انت ير النبي عليه الصلاه والسلام يقول لي ابني ليطرح الشك وليبني على مستيقن شكي هاتوره او سده ويقين سنه وحكو ديسو حتى حديدنا على رتشحمه شافعين وحليين حبوا كل سماية ترجيح حنابلون سوا حليين ترجيح حبوا كل سيا ليتحرى الصواب يقوى حديث كاكل يد للشريع سيدة الصحة أقرى شيء ذا كد داله سنوى حديث صحيح عوي واي مركا مركو يقينتي وحكول لسو سجود ساوي نولي ما دوا السنة ويسجد لساوي ندبا واي دي خلال با صلاة دي قلي وده شكي قاسي وتردد نغنغشو سادة حوات تكتي ما أفر ملابة تكتي ما ميت نيادي مضعيفين يا مركا ساسو خلل وكيح وحو يري وشك وشكي قيسا قبل السلام سلام نقصي هرتي وشكيو في عددي ما أتى به من ركعات ركعات وتكذا وكشكي يتردد لم يعتمد عسكر ما يفي الحديثة على قول أحد نقول كيسا وهي كسر الريبان عدد التواتر هديه هو عسكر يبين هذي شافعين اللفتون تدفر البضان ودي حد التواتر قاري هديه هدي اللي رادو حديث كابي هريري صحيحين كتير قصة تذي اليدين كصاب صناع ساقم حاد كورا ريسان سكوا وافق صناع شافعين حد التواتر هديه اي قاران إلا عسكر يبين خلاف باكر الحياة لكن رملي إياه ابن حجر يساسي يقول رجعين إن عاد التواتر هدي قاران قول كود واعتماديه حديث كم حد كتش واب استعماله اللي النبي عليه الصلاة والسلام مركو ذو اليدين رسول كلاو مياد إلا ودمس الصلاة دي ولقابي ورق عادي قارب على قدمان كما يقول ذو اليدين بو الرسول ما ذو اليدين سيدو الله يا هبا حدان هذا الكيسة يا هذا الكدادة كلام على العسكرين حو رسولك سواشك ويديني مركي يرادين ها رسولك إلهي ولا باتكت رسولك ولا بدي وارسل أبو كع وحي ليهين رسولك عليه الصلاة والسلام سقى حسوسطي عليك تعالى تاس رسولك حسوسطي يعني نوش يجتاس
إنه سوري لم يرد هذا في الحديث رسولك عليه الصلاة والسلام حصوصته واي وحويري لكن الصي شيء على يقيني يعتمد عسكري على يقيني ويقينته على قلو وإن طير ولو تروا كشك سوى طير طير يسميه أيو كسو قاضي ولياتي هلي ماذا بالباقي سلادي سينت كارسا ويسجد وليسجد السجود للخلل لخلل خلل أي وقع في صلاة خلل سلادي سنحن دعائم قيد باب صلاة الجماعة تصن والا سنة يابو ريال جماعة في مكتوبة صلاة فرل دحديد لا جمعة جمعة دحديد لما سنة يواب شردي وفي التراويح بالا سنة يتراويح دي وفي الوتر وتري معه فعل كالتراويح دي معد حالة معي حالة وياي كان يعيد كان يعيد كما يصن سيدا الله سنة يوم وفي غيره بالا السنة يعده مذكور ككال الشيغي ميدان هين دحدي بجمع على السنة يعني وذلك كان يعيد وسائل كسو عليا الفرض فرلك ينوي سقو نيسن نيته فرل نمو مع الجماعة جماعة حالة ولا تكريه يعتقد آمنة فرل قال هذا نيستي نفليته والسنة نمديس آمن وكثرة الجمع جمع بدنانتي استحب ولا السنة حيث ميلبى للسنة لا بالقرب منه هلك يسقى ودو أنا وهاي المسجد المسجد مساجد كاسو تعطلع كجماعة بدل هدو تقع عدل مية بلا جماعة نغني أو فسق الإمام ما أنا وإمامك فاسق هين أو ذو بدعة أو بدعة بدو صاحب أنا وهاي وجمعة صلاة جمعان يدرك أو يحكو قاريا بركعة الرقعات مركو صلاة إمامك كقارو والفضل فضلك في تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام كتشري يحصل حاصلة بالاشتغال بكو حاصلة شغلون بها وكو شغلون تكبيرة الإحرام كي عقب الإمام أي عقب تكبيرة الإمام إمام كتكبير تيسا يرد بدل هل كان صلاة الجماعة يحكم كيدو كهدلي وحوري والسنة تصن في مكتوبة مكتوبة الحوكة شداشن تي صلاة فرالكا تيل لغو ندري السنة ماها فلا تصن فيها ويدا دي هذه جمع لغو تكذا لغو ندري جمع لغو تكذا واتش بين غرسة تلقى اللينا يين السنة ماها دي آن آن إمام كما ممكن يسكوا وافقين صلاة تلقى اللينا كان جماعة السنة نغرس واي إن صلاة الجماعة في حق الرجال رجع ملك الله يقاي السنة هاي ناظم كين وحو كراعي الرافع شرح الكبير كسيدا كويري سيدا معتمد كأصحى إنه منهاج ككش يقاينا ورقوا جماعة إني كنت كذا وإن تهاي ولما رقى حرتها المقيمين تها وإن فرض كفاية تهاي وغيران إن شعارك إيو أستان ديميتك سيكون مقطع وإن الجماعة كنت كذا سيدك أي مدى العلم يقول كنا واحد كنت تجين ومذهب تكلاه إن يتهي واجب قارن هو بشرط لصحة الصلاة لكن كسوة ضعيف وإن صحة الصلاة جماعة أنا شرط وين واحد ودي ليلة صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وقف كي كليدي تكدي إن الصلاة دي سواء صحة دي الله جاب فضل بطن هذا أي حديثك إنه الشاعر واحد سير ودي ليش الحديث كسوة كلا لكن حديث كاسي كما عدى جماعاته إن أنا فرع لهين إيوحا قوله لودي لشنك روائن جماعاته أنا شرد وهي صحة الصلاة الصلاة دي ينصح يسو هذه جماعاتي لقدتكو ها حديث مركا تصين إيسا جماعاته إن واجب تايري واجران حديث لأعمى باك من إنك إن دالها رسول كولي أذان كما غشها فاجب على ماذا حديث النبي وكو أمية كو جماعة كارين وجريود وكسو جبو داني فرلا هاي كو هرايم حو جريود وكسو جبو وهي هاي لا جمعة جمعها جماعة شرط بيوطح بالإجماع وصلاة جمعة إذا جماعين كمان صحيح وحكى الله السنة يبور وفي التراويح وتصن الجماعة في التراويح
تراويح دوها قيام الليل كل رمضان التكريم. وفي الوتر لو الله السنة معه إما فعل التراويح تراويح ذا مركز الله الصمية ووتر قي رمضان تأيا الوتر إذا الوتن ولي مركز التراويح الله الصمية لأنه هو الذي يفعل مع التراويح. واي ما يركر أنه الله السنة هو تصن الجماعة في غير ما ذكر كان يعيد الفرض سينو فرل كي كسو عليو تصن الجماعة فيما ذكر كما يصن له أن يعيد الفرض وإنو فرل صلاة فرل وهو روت كذي إنو كسو عليو سو جماعة ولا تكذو إيادنا ومحي والصنة وحنا نود اللبدي إننا منع مسجد الخايف رسولك وقوي مياه لك دمسك فريستي ما منعكم أن تصلي معنا أبوه حيث إن دينا لتكتان يا رسول الله صلينا في رحالنا بينه هل كيقب أنك سوتك نهر دقنين لا تفعل بساها يلنا هداد كنت كتان ماشي أدكتين وهاد جماعة دي وطمادان لتكتان كعيات الجماعة يا الله صنة يعني قف كي مساعدك إساقو يتشوغا فرل كي سيدتو كده جماعة دي كلا لوكعين أما مساجد كي صوغ قال يدو جماعة دي لبوتشيرو لكن كجمعي سيدتو كده هل كي إساقو مريا إنو صوت دونتو جماعة كلا ومساعد كبا أو صوغ قال سو جماعة دي مر لبادو لدتو كده سيدا ماها جماعة دي هدبا كسو علي حون يوني أسكو خلافين علي مادو المعتمد عند الشافعية وائل وفر النيوني إسلام كان يسوع اعتقادنا إن السنة طاي واعتقادنا السنة طاي حق النية أنا فر البونيوني يعتقد نفليته وكاله هذا فر لماذا هذا اعتقاده توحي النبي قلنا هي بقرعة ورسولك وحدي ذي فر إن الله بشر لتكل ما علم قرعة سيد النسائي أبو داود أي وريين مركوين الصنة نمو اعتقاده وحديث كاوح لقوح مباري برادين هدي وفر له اعتقاده كلابات العلم كلاوح اللي انسيحنا بلاد وكلام مايا هدو كلابات فر الانيود سيدة الصحيح هنا واحد تاي دليل اهان كلابات فر الانيود مايا نواب الصنة سيدو فر الانيود وحانا ودليل الحديث كلفتيس فإنها لكما نافلة بالرسول تن لبعض النلت كريسان سنة يدين طاي هذه أي شرط وطاي إعادة إنه فر لوني يودنا رسولك عليه الصلاة والسلام وأشيق لها والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.